قلب قائلها على قلب الشاعر أو الشاعرة. نعم. هي لأنها تكون مرتبطة بفنان معين بأشخاص معينين. نعم تفضل. قصيدة. هو كم بثاق العطر من رحم الحقوب الزاهرة واشتعال المفردات الثائرة يجتاحني الوجه المكلل بالهوى والبيلسان كالواحة الغناء في صحراء روح المقفرة يا خارجا عن معطيات الذاكرة ما زلت أبصر ذلك اللون الخرافي المضلل حلوان الحالمة ما زلت أسمع ذلك الصوت الرمادي الذي يأتي كما يأتي الربيع يطارد الوجع الخريفي المعشش في الأزقة والشوارع ما زال ينبض في زوايا الأمسيات المقمرة وأهيم شوق علني ألقاك يوما عائدا لتقول لو كذبا أحبك في الحقيقة والخيال اكذب فكن أهوى أكاذيبا تنير الدرب في عتم السؤال واجعل أحاديث النجوم قصائدا تهوى الجبال واعزف على قيثارك اسمع قرصيص العيون مصدق ستار الصمت يمضي في سراديب الجنون اصرخ بوجهي